مساء الخير واهلا بكم، حلقه جديده من بوكس تو بوكس. قبل ما ابدا في الحلقه ونتكلم وندردش، امبارح الحقيقه كنت عمال اشيد بالشغل اللي عملته الرابطه الخاص ب النسخة الجديدة من الدوري، وقلنا ان اتحاد الكورة مع الرابطة قرروا بقى خلاص قرار مهم جدا انه مفيش تغيير ولا تعديل، وهيبقى في انتظام في المسابقات وكل حاجة زي الفل وكل حاجة 100 فل وايه وعشرة. مفاتش 24 ساعة بالظبط فوجئنا بتلميحات موجودة النهاردة بدأ من الإمارات. جريدة الاتحاد الإماراتية عاملة خبر أنه قد تتأجل بطولة كاس السوبر المصري المقرر ليها من 18 المفترض ل 21 أكتوبر، والجميع بينتظر الصدام أهو واخدينه عن جريدة الاتحاد اهو، صحيفة الاتحاد الاماراتية اتجاه لإقامة بطولة السوبر المصري في ديسمبر المقبل، لم يتم الوصول الى اتفاق نهائي حتى الان. حلو. فانا شفت الموضوع ده قلت يا خسارة ما فاتش 24 ساعة. تخيلوا اتحاد كرة القدم المصري، ولا قبل ما اقولكم تخيلوا، امبارح الاهلي في بيان على صفحته برضو المح للازمة. هتقولي بيان الاهلي بتاع امبارح كده المح للازمة بتاعت السوبر المصري اهو، ده البيان اللي خاص بيه اللعيبه اللي ماشيه واللعيبه اللي جايه واللعيبه الاجانب وانه تاجيل الاجنبي الخامس ليناير وكل الكلام اللطيف اللي اتكلمنا فيه امبارح ده. وتطرق الاجتماع، بص الخامس سطر من تحت، وتطرق الاجتماع ايضا الى ازمه ضيق الوقت عند انتهاء لاعبي الاهلي الدوليين من المشاركه مع المنتخب في مباراه موريتانيا التي ستقام خارج البلاد يوم 15 اكتوبر القادم، وصعوبه لحاقهم بوقت كاف بالفريق للمشاركه في بطوله السوبر المصري التي ستقام بالامارات في الفتره من 18 الى 21 اكتوبر، وهذا فضلا عن ارتباط الفريق باولى مبارياته في دور المجموعات بدور الابطال يوم 25 من نفس الشهر. الاهلي بيقول لك انا عندي ازمه يا اهل الخير، المنتخب هيخلص 15، والكابتن حسام حسن خلى الماتش بتاعه يوم 10 بتاع موريتانيا، كان ممكن يخليه 9، كان ممكن يخليه 8، هو خلاه يوم 10 والماتش التاني هيكون يوم 15. موريتانيا هنا وهناك يعني. في ظل الصراع اللي بين المنتخب والأندية. المشكلة إن هذا الصراع بيدار تحت إشراف اتحاد الكرة المصري، المظلة اللي بتدير المسابقات دي كلها، يعني مين اللي بيدير مسابقة السوبر المصري؟ اتحاد الكرة. ومين اللي بينظم المعسكر بتاع منتخب مصر بالتنسيق مع الكابتن حسام حسن المدير الفني؟ اتحاد الكرة. ومين عنده المواعيد بتاعت زي الاهلي كده اللي عنده ماتش في افريقيا يوم 25 في دوري المجموعات، وباقي الانديه زي الزمالك وبيراميدز في نفس التوقيت في دوري الابطال او في الكونفدراليه نفس الوقت. اتحاد الكوره عنده المواعيد. فمين اللي ملخبط الدنيا؟ اتحاد الكوره. ايه يا جماعه ده؟ مش عارف. يعني هل اتحاد الكوره مش قادر يتكلم ويفتح خط مع الكابتن حسام حسن ويحط المواعيد اللي تناسب الماتشات بتاعت المنتخب، اللي تناسب البطولة اللي هو بيعملها كاس السوبر المصري، اللي تناسب مواعيد البطولات الافريقية عند الاندية في دوري المجموعات في دور الثمانية، واللي تناسب بعد كده الدوري المصري؟ هقول لك في ديسمبر. طب في ديسمبر يعني تاني بقى نقول بقى اكتوبر كده ما فيهوش كاس السوبر، يعني في ديسمبر تأجيلات في الدوري المصري في ديسمبر. اتحدى ان الدوري كده يخلص 6-6 اللي هم قالوه امبارح.
لما تاخد في ديسمبر كاس السوبر تاخد اسبوع يبقى الدوري بيخلص 6-6، يا اما هتاجل للفرق دي ماتشاتها اللي في ديسمبر اللي هتتلعب في الدوري عشان كاس السوبر. ما اعرفش انا ما اعرفش. هات يا ابن اتحاد الكوره مال احمد دياب ومال الكلام ده. من غرائب الكوره المصريه السبعه، عارف انت عجائب الدنيا السبع، ده غرائب الكره المصريه السبع. احنا عندنا غرائب الكره المصريه السبع. فالنهارده كل الناس بتلف حوالين نفسها بما فيها الصحف الاماراتيه، مش عارفين كاس السوبر المصري هيتلعب عندهم يوم 17 ولا هيتاجل، او يوم 18 ولا هيتاجل، مش عارفين. طب احنا يعني انا مش قادر اصدق ان في مؤسسه مش قادره تسيطر على اطرافها زي البيان اللي عمله ميكاني. انا المبنى ده مجنن الكره المصريه، مبنى الجبلايه ده، شفت الفخامه دي والانتاج مفيش او ضعيف. طب هتكلم حد في اتحاد الكره دلوقتي تساله تقول له هو كاس السوبر هيتاجل ولا لا، ولا يرد عليك ولا يعرف. اتحدى وانا على الهواء والساعه دلوقتي 11 وربع يدخل اي عضو في اتحاد الكره او مسؤول في اي برنامج يا سيدي غيري او معايا النهارده يقول كاس السوبر المصري هتلاقي في ميعاده ولا لا. انا بتحدى على الهواء والناس سامعيني في اتحاد الكوره، والشباب يتصلوا بالناس كلها في اتحاد الكوره، ولا حد هيدخل لان محدش عارف. الدنيا ماشيه كده. اتحدى بقول لكم اهو ان اتحاد الكوره عنده قدره اتخاذ اي قرار المجلس ده، وعندي ادله في اخر ثلاث ايام اهو، دليل اهو. هو كاس السوبر هتلعب امتى المصري؟ هل هيتلعب ولعبت الاهلي والزمالك وبيراميدز هيروحوا قبلها ب 48 ساعه من موريتانيا للامارات، ولا هينزلوا القاهره الاول وبعدين يروحوا للامارات يلعبوا بعدها بيوم الماتش الاولاني، وبعدين بعدها بيومين الفاينل اللي يكسب، وبعدين بعدها بثلاث ايام يلعبوا دوري المجموعات او الماتش؟ عشان اتحاد الكوره مش عارف ينسق ما بين الانديه وبين البطولات بتاعته وبين الكابتن حسام حسن، وده راكب دماغه وده راكب دماغه، وده معاند وده معاند في كده في كده في الدنيا. يعني الدوريات الاوروبيه دي لما بتيجي تحط المواعيد مش مدرب المنتخب، افحل منتخب في العالم واتخن منتخب في العالم، مش بتتحط الجداول والنظام والمواعيد بيلتزموا بيها، اتخن نادي في العالم مش بيتحط النظام والجداول والنادي بيلتزم بيها، ولا عندهم بند في اللائحه اسمه بند المحايله؟ انا بقترح الناس دي تعمل بند في لائحه اتحاد الكوره اسمه بند المحايله. يعني ايه بند المحايله؟ تتحايل على الناس، اكتب كده يعني بند المحايله او باب المحايله في اللائحه. بند واحد ان انت تاخد 48 ساعه تتحايل على المدير الفني للمنتخب في حاله استجابته كذا، في حاله عدم استجابته كذا، في حاله الوصول الى اتفاق وسط كذا، وبعدين بند اتنين المحايله على الانديه في حاله الاستجابه. اكتب كده اعمل بند اسمه بند المحايله، اتحايل يعني على الناس. اه والله خد بالك انا بكلمكم النهارده ايه؟ ده النهارده 19 سبتمبر. يعني انت بتتكلم ما بين كاس ما بين النهارده وبين كاس السوبر المصري حوالي 25 يوم او 28 يوم. والناس مش عارفه هتنظم البطوله ولا لا. وهتنظم الكاس، وفي كده ابدا في الدنيا.
جريدة الاتحاد الإماراتية، واحدة من أكبر الصحف في الإمارات وفي أبو ظبي تحديدا، يعني دي الصحيفة الأولى في إمارة أبو ظبي، بتتساءل مش عارفة، وبيقول لك اتجاه للتأجيل لديسمبر، لسه ما قلناش يهادي وهنأجل اهو.